حضرتكوا نعمل ايه يا دكتور حافظ لو انا بتكلم مع الناس، لو انا بتكلم على مسألة خاصة بالترشيد وانا بتكلم على الفاتورة بتاعتي في بيتي، عايز ما ادفعش كتير، فاعمل ايه ومش يعني اقدر اوفر من استهلاك ازاي؟ هو الوفر دايما بنتكلم على ان الوفر بيمر بثلاث مراحل. في مرحلة أولانية وهي إن أنا بعمل ضبط للسلوك بتاعي في التعامل مع استهلاك الكهرباء، زي إن لا أترك غرفة مضاءة دون تواجد حد، ما أفتحش تلفزيون محدش بيتفرج عليه، ما استعملش تكييف وأخفض جدا درجة الحرارة أو يبقى التكييف شغال. وللأسف طبعا عدد كبير من بيوتنا الشبابيك غير محكمة، ما عندناش عزل على الحوائط، وبالتالي فبنعمل نوع من ضبط السلوك ده. انما ده الوفر بتاعه ممكن بيعمل في حدود من 2 لـ3%. المرحله الثانيه اللي بتيجي ان ببتدي بقى احاول ان انا استعمل اجهزه عاليه الكفاءه. يكفي ان نعرف ان اي جهاز تكييف بتكنولوجيا زي الانفرتر بيستهلك نص ما يستهلكه جهاز تكييف العادي بتاعنا. الثلاجه برضه اللي بالانفرتر بتستهلك يمكن ثلث ما تستهلكه الثلاجات لك، بس ده بيبقى مرحله ثانيه. مش كده فكره ترشيد الطاقه هي عمليه نمط حياه، يعني تذكرها في وقت الازمه فقط وننساها خارج الازمه ما نتوقعش ان هي هتنفع. لازم ندرب روحنا، وهذه فرصه لظروف زي كده، لان في النهايه اي وفر انا هدفعه في الكهرباء هو مورد اضافي ليا هستعمله في حاجات اخرى قد اكون اشد احتياجا منها دون ان يؤدي ده الى تاثير على نمط حياتي. طبعا ابسط حاجه في الاضاءه استعمال لمبات الليد، يمكن جزء كبير من الناس حولوا لمبات الليد العاديه، انما ما زال جزء كبير تاني بيستعمل لمبات الفلوريسان اللي هي القديمه اللي هي بتستهلك ضعف ما تستهلكه الليد العاديه.